فعاليتنا هون تابعة للمسرح المدرسي، بتضم مجموعة من المدارس ابتدائي إعدادي ثانوي. طبعا الفعالية فنون جميلة، فنون شعبية، مسرح. اليوم رح نشوف عروض فنية، عروض شعبية، رح نشوف أغاني. طبعا كلها هي عبارة رسالة لكل أبناء هالوطن، إنه وطننا جريح، وطننا بحاجة إلنا، لازم نضمد جراحه ونحن، ولازم كلنا نتعاون، وطننا لما بينادينا لازم نلبي نداء. اليوم مقدمين عرض بعنوان وقت الفراغ، عبارة عن عرض دمى هدفه تربوي ويعطي شوية هيك مرح للأولاد. رح نقدم مسرحية وقت الفراغ، وهي استفادة أن الواحد ينظم وقت فراغه. مسرحية ملأ وقت فراغ مشان الواحد ينظم وقته ودراسته، وأنا بدي يكون دور الشاعر. أنا أخذ دور الألعاب، رح قدم مثل أنه مجد بده يلعب بي بس هو ما بده. رح قدم مسرحية وقت الفراغ، أنا باخد فيها دور مجد اللي بيحتار انه شو بده يعمل وبخت فراغه، بس اخر شيء بيختار الكتاب. نحن كتير مبسوطين بهالحفلات اللي عم تعملوا لنا اياها وبهالمسرح المدرسي اللي عم تعملوا لنا، وانا دوري الكره بالمسرحيه وقت الفراغ.